اهلا بيكم معانا من الفاصل. ودلوقتي انا حابه اتكلم معاكم كلمتين كده بخصوص كورونا. كورونا طبعا عامل دلوقتي يعني كتير بقوا يتكلموا في الموضوع ده جدا، لانه طبعا ابتدى ينتشر وكل حاجه. حابه ان انا اتكلم عن نصايح عامه. انا كنت اتكلمت قبل كده بس حابه اعيد تاني علشان الناس اللي ما سمعتش. هقول ملخص، مش هقول اتكلم على الموضوع تاني باستفاضه اكتر. الملخص المهم لينا وهو احنا ازاي نقدر نحمي نفسنا من الفيروس دوت. اول حاجه ما نتكسفش ان احنا ما نسلمش. مش لازم نسلم، ما حبكش دلوقتي نسلم، يعني خلاص عرفنا ان الموضوع انتشر او بينتشر. ربنا يحفظنا جميعا يا رب. لما نيجي نسلم مش لازم بالايد، ما نحاولش ان احنا نقرب من الاشخاص اكتر من متر، لان ده بيبقى رذاذ وبينتشر عن طريق اللي حط ايده في وشه، حط ايده بعد كده سلم على شخص، او اللي سلم اخد الفيروس حطه على وشه فانتشر دخل بقى في ليه احنا اولا يبقى معانا على طول معقم في الشنطه، ما نسلمش اصلا خالص، تمام؟ ونبتدي نعمل الوقايه بتاعتنا اللي هي نعمل ايه في البيت. الليمون زي ما دايما دايما بقول، الليمون ده لازم يبقى معانا على طول في حياتنا. انا دايما بقول لكم نشرب ميه عليها شرايح ليمون، لان الليمون بيرفع المناعه، الليمون بيساعد في الحرق، بيساعد في اللي بيحسن من الجلد، بيحسن كمان، بيساعد على محاربه الايه الفيروسات، لانه بيخلي الجسم في حاله قلويه مش حمضيه. الجسم فيه حاجه اسمها بي اتش، فاحنا لما بناخد الحاجات الطبيعيه اللي زي الفاكهه والليمون والكلام ده كله بيخلي الجسم في حاله قلويه، فبيبقى بالعكس تماما، مش بيئه للامراض بقى، بالعكس بيبقى بقى بيعرف يحمي نفسه كويس جدا. فاحنا على طول لو لاحظتوا، حتى انا لسه منزله بوست قبل ما اجي، يبقى على طول معانا ازايز الميه فيها شرايح الليمون، تبقى ميه دافيه عشان تاخد كده الفايده حلو. نشرب قرفه، من الحاجات اللي اثبتت دلوقتي ان هي من بتساعد جدا 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 ضد الفيروس دوت، تحمي الجسم. طيب ايه كمان؟ اليانسون، نحاول ان احنا نشرب يانسون. خلاص فنقسمها على ممكن يانسون بالليمون. على فكره اليانسون بالليمون من الحاجات الهايله ضد البرد، هايله يعني. كان حد قبل كده نصحني بيها وجربتها وفعلا ممتازة. ينسون ليمون عسل، يعني ثلاثي فظيع للجسم، بيساعد على رفع المناعة ومحاربة أي حاجة وضبط البي اتش في الجسم، تمام؟ دي مهمة جدا. حتى كنا دايما نقول احذروا من أكل الفاست فود أو اللحوم الكتيرة أو الزعل، لأن التلاتة دول أو السكريات طبعا، دول بيعملوا ايه؟ على طول بيقلبوا الجسم، يخلي الحمض عالي. اول ما الحمض يعلى، حتى الستريس، يعني ستريس لو احنا زعلنا اللحظه، زعلنا جامد قوي في اللحظه دي، الجسم على طول البي اتش بيتغير فيه، الحمض بيعلى، بيبقى بيئه للامراض في ثواني. كانسر بقى، على مش عارفه ايه، عدى علينا خدناه. الجسم بيهاجم يوميا الافات المرات، الخلايا بتهاجم يوميا من البيئه اللي حوالينا الافات المرات. اللي بيهاجم بقى 10,000 مرة أكتر اللي بيدخن، تمام؟ فإحنا علشان نحمي جسمنا ونحمي الخلايا ونخلي الجسم على طول في حالة متوازنة مناعتها عالية، يبقى على طول ما نبقاش في حالة ستريس. نحاول على قد ما نقدر نبعد الستريس، نحاول إن إحنا نديله الحاجات المفيدة اللي هي زي الليمون، ينسون، قرفة، بتساعد جدا على ان الجسم يفضل بحاله متوازنه. طيب ايه كمان؟ الناس اللي هي مثلا مش قادره انها تاخد ليمون، في ناس عندها قرحه في المعده او عندها مشكله مريء، ما ينفعش ان احنا ناخد ليمون فيها، هنعمل ايه؟ هناخد نقط فيتامين سي بتاعه الاطفال، بتتباع في الصيدليات. للكبير 6 نقط، للصغير بنبتدي من 2 3 نقط، تمام؟ فنخليه معانا، او قرص فيتامين سي. بلاش الفوار، لان الفوار بيبقى فيه سكر. الفوار نفسه، الفيز ده بيعمل التفويره دي وحشه. اي حاجه بتفور كده وحشه قوي للعظم، بتطرد الكالسيوم من الجسم، فبلاش اي حاجه فوار، نبعد عنها عشان بتطرد الكالسيوم من الجسم، تمام؟ طيب يبقى قرص او نقط فيتامين سي. ده كده ملخص
خلوه اساسي معاكو، يحمي ان شاء الله، ربنا يحميكوا يا رب، ونحاول ان احنا نبعد عن الحتت اللي هي المزدحمه على قد ما نقدر. بس فدي الوقايه طبعا، واذكار الصباح والمساء بقى اساسي معانا، لان دي بقى اساسي 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 اللي بتحمي ان شاء الله، ويحموا ولادكم يا رب، ولادنا جميعا يا رب باذن الله عن اي حاجه وحشه تدور. تمام. سبحان الله، لازم كل فتره لازم يبقى في حاجه، يعني لازم كل فتره لازم يبقى نوع من الكوارث، نوع من الوباء، نوع من فلازم الواحد يحاول يأقلم نفسه على الحاجة دي لغاية ما تعدي. ربنا يغفر لنا جميعا يا رب. تمام، نبتدي بقى في حتة أنا عايزة أتكلم فيها برضو عن الأنيميا. ده موضوع تاني بس بتسأل فيه كتير قوي. الأنيميا، في ناس كتير بتشتكي مثلا عندها ضعف، عندها شعرها في تساقط، ما بتحرقش كويس، او ناس خسة قوي، او عندهم نحافة، او 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 مبدئيا لو لاحظتوا، او مش هتلاحظوا بس هي احصائيات للأسف، ان مصر فيها نسبة نقص حديد فظيع للأسف، كتير قوي عندهم أنيميا. فالحل ايه؟ الحل اولا احنا لازم نكشف، نبقى عارفين هل احنا عندنا فعلا انيميا ولا لا، علشان نبتدي نعمل الخطوات الاساسيه. نعرف عندنا مشكله، بعد ما نعرف ان عندنا انيميا، طب ليه بقى؟ هل عندنا حاجه مرضيه؟ هل عندنا نزيف؟ هل عندنا مشكله ما في الجسم؟ لازم نكشف نشوف ده اسبابه ايه، لان هو اسبابه كتيره جدا. ممكن الاسباب حادث يكون في نزيف، ممكن اسباب في مرض مزمن مثلا، سوء تغذيه طبعا حاجه وراثيه، امراض مزمنه زي اورام، بواسير، من الحاجات البسيطه ممكن تعمل نزيف او تقلل من الحديد في الجسم. امراض الكلى مثلا، امراض معده، قولون، طحال، لازم الواحد يعمل كشف يعرف السبب ايه. طيب لو هو بقى مش حاجه مرضيه، نعمل ايه؟ نبعد عن الدقيق، اساسي ده اساسي، نبعد عن الدقيق الابيض والقمح عامه، لان الجلوتين اللي جوه الدقيق بيترسب في الامعاء زي الجبس وبيمنع امتصاص الحديد. تمام، فاحنا نبعد عن ده تماما. خلاص، حاضر، نبعد عن ده تماما. طيب بعدنا عن الدقيق والقمح، هنعمل ايه بقى؟ هنخش في حته الايه؟ التغذيه. التغذيه كل ما هو بيغمق بعد ما بيتقطع حلو جدا، في حديد عالي جدا. الحاجه بقى اللي ما نعرفهاش، الشوكولاته الداكنه الغامقه فوق 60% مليانه حديد. طبعا الحاجات اللي برضو الاساسي معانا الورقيات الغامقه، وطبعا اللحمه الحمراء، ولكن ما نكترش منها، والعسل الاسود ما نكترش، نقسم في كله، ودايما ناخد معاه فيتامين سي عشان بيساعد على الامتصاص. بس كده، ونشرب ميه كفايه، ونبعد بقى عن اي حاجه تقلل بقى من جسمنا زي الدقيق الابيض والقمح، ده وحش قوي. والسكريات طبعا، يا عملنا ده ان شاء الله الدنيا هتظبط معانا كتير جدا.